من الأجيال القادمة أنها تعيش ضمن مؤسسات قوية وثابتة ومتينة، ولكن أيضا وضعنا شيء أساسي وهو استشارة الشعب في كل قضية وطنية كبرى، بمعنى أن تذهب إلى استفتاء. نعيش تحولات كبيرة ومتغيرات في المجتمع الجزائري، انطلقت برفع لافتة تطبيق المادة 7 من الدستور أن الشعب هو الذي يمنح الشرعية والسلطة. هذه كانت في 22. احنا ماشيين اليوم 12 ديسمبر ماشيين للمادة 8، وهي التي رفعها أيضا الشعب في 22، وهي تطبيق المادة 8، وهي ممارسة الشرعية عن طريق الانتخابات. إذن الأمر واضح وجلي.